للعرب المسلمين. هذه المصطلحات جديده وامور جديده ومصطلحات جديده، فهو لا بد ان يتلمسوا وسائل من اجل ان يكيفوا لغتهم لكي يترجموا هذه الكلمات. هذه اظن من الخلفيات التي جعلت اللغه العربيه كلها غير وضعيه وهو امر طبيعي. طيب اذا هي متهمه بانها عايشه ولا خلفيه تلك، تجد الان المثقفين العرب اذا كانوا في حديث يلجؤون دائما الى العوده الى مصطلحات غربيه، وهم بذلك يرون ان اذا لم ياتوا بمصطلحات غربيه فكان لم يتكلموا. هذا احد التجليات بنظره العرب الى لغتهم. ماذا يبرر ذلك؟ ابن خلدون يقول دائما في قانون اجتماعي ان المغلوب مولع بتبعيته. نعم. وإذا كان الغرب يسيطرون في الوقت الحاضر على الأمة الإسلامية بأجمعها والأمة العربية بالأخص، فإنه لا غرابة أن نجد هذه الظاهرة التي يذكرها ابن خلدون. الذي يريد أن يتكلم عن موضوع علمي عندما يذكر المصطلح العربي يستعين دائما بكلمة إنجليزية كأنه يقول بين قوسين أو فرنسية، ولكن لذلك أسباب. من هذه الاسباب العقده. عقده الشعور بالنقص الصغار. السبب الثاني ان المصطلحات العربيه في المجال العلمي حتى الان لم توحد. فلكل بلد، لا اقول لكل بلد مصطلحات، بل حتى في البلد الواحد تجد الاف المصطلحات. كل ينحت كل واحد يصنع مصطلحات يوميه. لو اخذنا اليوم مثلا المصطلحات في الاداره في كتابات الاداريين في موريتانيا، لوجدنا ان كل معرب يستعمل مصطلحاته الخاصه. لو اخذنا حتى على مستوى الصحابه نجد ان كل صحابي ياخذ مصطلحاته الخاصه. نعم نعم. لو اخذنا في مجال الطب الاطباء الذين عساني حسب مدرسته وقفوا على المصطلحات العلميه الطبيه، نجد ان المتخرجين من سوريا يلجؤون الى مصطلحات سوريا الى مصطلحات العراق. بين مدرسته الانجليزيه والفرنسيه، بينما اللغه العلميه اللاتينيه تكون واحده فيها نوع من الاستقرار. نعم نعم. وحتى اللغه اللاتينيه، وليس هذا مدحا لها، عندها ما يعرف باللغه العلميه. نعم. العرب عندهم اللغة العلمية، لكن حتى الآن لم يتفقوا على هذه اللغة. نعم. ولهذا فإنه من الضروري للمجامع العربية أن تضع قاموس أو قواميس للمصطلحات. ويا حبذا تذكر أن هناك مجلة تسمى اللسان العربي في المغرب. مكتب كان يصدر مجلات عظيمة جدا. هذه المجلات كانت تصدر كتب لغة مصطلحات في الإدارة، مصطلحات في القضاء، مصطلحات في الطب، في البيطرة، في كل مجال. فلا بد أن نجد مصطلحات متخصصة، ولا بد أن نتفق أيضا، لأن اللغة اتفاقيات كونفنسيون اسمح لي أن تماما تطبيقا هو ليس لأن معروف عند الجميع كونفنسيون بينما لأن اللغة عبارة عن مصطلح اتفاقية تعارف فكري، فنحن نتعارف على كلمة واحدة حتى ننقل الأفكار. لهذا لابد من العلاجات الضرورية أن توحد المعاجم العربية مصطلحات. وأن تؤسس أيضا مجامع يعني ضروري. هذا ضروري. ترون أنه هذا الموضوع، موضوع اللغة العربية وعودتها إلى مكانتها، هذه مسألة تنظر إليها من أي زاوية؟ زاوية عقدية مثلا؟ لا، كثير من الأبعاد. لها الكثير من الابعاد، لها بعد ديني. لان اللغه تختلف هل هي من الوحي، ولهذا يحرم تحريفها. نعم. ولا يجوز ان تقول ديز بدل زيد. زيد. ويذهب ابن تيميه في كتابه الفتاوي الى انه تبعا لهذه القاعده يحرم ان نخرج عن الاوزان العربيه المالوفه. نعم. يتشدد حتى في الاوزان، اوزان الشايبه، يرى ان الخروج عليها بدعه. خروج عن القياس. كذلك ان استعمال المصطلحات الغير موجوده تدخل في هذا المجال. لكن الحقيقه اللغه العربيه كائن. وهذا الكائن ينمو، يموت، يتطور كما يتطور الانسان. وتجد ان الكلمه تهرم. نعم. فتموت بائده مثلا. تموت في القرآن. نعم نعم. وان الكلمه ايضا تكون حوشيه، تستعمل اكثر. نعم نعم. حتى
تصبر. ولهذا يمكن أن نقسم اللغة بالخطاب إلى ثلاثة مستويات: لغة وحوشية هي مبتدأ، نعم، وكثيرا ما تجد في الجرائد، يقول بعضهم لغة صفر. اثنين، لغة قاموسية كاملة الرفوف، لغة وسطى بين هذا وذا، كوميونيكاسيون، وهذه هي اللغة التواصل، هذه اللغة الجيدة. نعم. ولهذا ينبغي أن نبقى في مستوى اللغة الوسطى بعيدا عن اللغة الوحشية أو اللغة القاموسية، مع أنهم يقولون الكلام الملوك يملك الكلام، كل مقام له لغته المساحة عن السفر بزاوية معينة. تماما. نعم. مثلنا في مكان في اللغة العربية من منظور إسلامي. نعم. طبعا بعض الفقهاء يجيبون تعلم اللغة العربية هو بالنسبة للنقطة الأولى اللي يقولون قد أضيفها نقطة ما يتعلق بمركب نقص اللي عند العرب اللغة العربية، هي قضية فعلا الآن قضية الحضارة.